السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم دهوجنت. معكم خديجة. اليوم كما كتشوفوا في الصور غادي نقدم لكم واحد الحرشة اللي كتجي زوينة بزاف وهشيشة. كنقدموها على الشكل هذا ديال لي كاب كيك، تصلح للمناسبات ديال الأطفال، تصلح للكود داي، ودوها مع محتى المدرسة. إذا بغيتو تعرفوا كيفاش قديت هاد الحرشة هذه تابعوني إلى آخر الفيديو، شوفوا الطريقة ومقادير. بالنسبه للمقادير ديال هذه الحرشه، هذه هي المقادير الاساسيه ديال الحرشه مع بعض التغييرات والتعديلات، وغادي نضيفوا لها واحد المكون اللي غادي يخليها تكون هشيشه ورطبه. يعني واخا كدوز واحد 3 ايام ولا 4 ايام كتبقى هذيك الحرشه محافظه على الطراوه ديالها وعلى الهشاشه ديالها. وكما قلت لكم غادي نضيفوا مكونات اللي هي جديده. غنحتاج عندي هنا تقريبا واحد 200 غرام ديال السميد الناعم الخاص بالحرشة، اللي غادي نضيف ليه واحد الملعقة مملوءة ديال النشا. عندي هنا ملعقة ديال الكوك، يمكن لكم تعوضوها بالفانيلا. عندي هنا ملعقة كبيرة ديال بيكنج باودر أو خميرة الحلويات. عندي هنا القليل من الملح أو قبصة ديال الملح. وعندي كأس ديال الحليب، وعندي كاس الا ربع من الزيت. عندي هنا ربع كاس من الزيت اللي ضفت له واحد الملعقه كبيره ديال الزبده، يعني عبرت ملعقه كبيره عاد ذوبتها وضفتها لهذيك الزيت هذيك، يعني عطاني تقريبا واحد كاس الا ربع ديال الماده الدهنيه. عندي هنا جوج معالق ديال السكر. اذا دابا غادي ندوزو باش نخلطو النواشف هي الاولى. اذا بسم الله غادي ناخذ الملعقه ديال الكوك اللي قلت لكم يمكن لكم تعوضها بالفانيلا، يمكن لكم تضيفوا حتى لجوج المعالق ديال النشا الا بغيتوا. غادي نضيف السميد وندير الملح حسب الذوق، يعني باش ما تجيناش مسوسه، يعني غادي نحاول كما قلت لكم نخلط جميع المواد الجافه. وغنضيف ملعقتين من السكر، غنخلطوا هاد النواشف كلها هي، وغادي نضيفوا دابا الزيت اللي مخلطه مع الزبده. يعني هاد الحشه بدون بيض، وكما قلت لكم المذاق ديالها كيجي زوين بزاف، وهذاك النشا اللي ضفنا ليها اللي غادي يعطيها واحد الطراوه كيخليها كتجي اسفنجيه بحال كتجي بحال كب كيك. تنحاولوا ندخلوا هذيك الزيت كله هي في هذيك السميد حتى كيتلبس لينا مزيان. دابا غادي نضيفو الخميرة، كما قلت لكم ملعقة كبيرة ديال الخميرة. وغادي نضيفو الكأس ديال الحليب. بالنسبة الى تشرب لكم الحليب، تشربت لكم هذيك السميدة هذيك، نضيفو القليل من الحليب. يعني العجينة ما خصهاش تكون ثقيلة بزاف، خصها تكون خفيفة باش يطلعوا لكم هذوك لي كاب كيك ديالكم. الى قصد اننا نضيفوا الحليب، نضيفوا تقريبا واحد كما كتشوفوا هي ثقيله شويه، غنضيف القليل من الحليب باش يتعمروا لنا دوك لي كاب كيك ديالنا وتجي خفيفه تطلع. دابا الاضافه اللي غادي نضيف، غادي نزيد عاوتاني الشوكولا فيرميسيل اختياريه اللي بغيتو يديرها، هي كتعطي واحد الشكل جميل تياكلوها الوليدات. كنعطيوها لهم في الكوتي في العوض ديال يعني ديال لي كيك او في عوض لي بيسكوي، يمكن لهم يديو هاد الحريشات هادو.
اذا كما كتشوفوا الخليط تقل شويه، غادي نضيف القليل ديال الحليب باش نخفو، وغادي نبدا نعمر الكويسات ديالي او لي كاب كيك ديالي. يعني يمكن لكم تاخذوا اي شكل ديال لي كاب كيك، وهاد الاكياس الورقيه، وغادي نبداو نعمرهم تقريبا حتى للثلثين باش يجيونا منفوخين. الفران انا درته ملي بديت كنحضر في الحرشه، انا درت الفران يسخن باش ندخل ليه هاد لي كاب كيك ديالنا او الحريشات على شكل كاب كيك، كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف. ضفت لي من الفوق شويه عاود ديال الشوكولا فيغميسال، ولا كان عندكم حتى الشوكولات حبيبات، انا فات لي حضرتهم غير عاديين، ولكن فوق درت لهم الشوكولات حبيبات. غادي نوريكم وحده في الاخر ديال الفيديو. ما بقى لي دابا الا ندخلهم للفران ونستناو باش نشوفوا النتيجه النهائيه ديال الحريشات ديالنا. اذا هما الحريشات ديالنا بعد ما خرجناهم من الفران كيجيو على هذا الشكل، هذا كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف. كما قلت لكم يتقدموا هكا في اعياد الميلاد، حفلات الاطفال، ويديهم معهم الوليدات للمدرسه. المنظر ديالهم كيجي راقي وزوين، وكالشكل يعني باش نخرجوا على داك الشكل الاعتيادي ديال الحريشات مدورين، حريشات في المقله، وصدقوني انهم كيجيو لذاذ لذاذ بمعنى الكلمه. انا غادي نوريكم الشكل ديالهم من الداخل كيفاش كيجي، غادي نقسم لكم وغادي تشوفوا يعني كيفاش الداخل ديالهم كيجي رطب. يعني انا نتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق تقول لي كيفاش جاوكم. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي منمره لان هذاك الشوكولا اللي درنا لها فيغميسيل، والمذاق ديالهم ولا اروع. وانا يعني كنت حضرتهم يعني قبل بشي واحد 3 ايام ولا 4 ايام، كنت حضرتهم عاديين بدون الشوكولاته، وبقاو محافظين على الطراوه ديالهم. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. وكما العاده الى عجبتكم هاد لا فيديو هادي ما تنساوش ديروا لايك لا فيديو، تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم اللي تعم الفائده، واللي اول مره كيصلوا القناه كنقول له تفضل بالاشتراك والضغط على الجرس لتتوصل باشعارات القناه. وهذا الشكل الاخر اللي حضرته بحبيب، يعني على هاد الشكل هذا شوكولاته حبيبات، كنت درتها عاديه يعني ما فيهاش شوكولاته من الداخل. وهي غادي نقسمها لكم وغتشوفوها انها بقات كما هي. يعني قلت لكم قبل من هاد لا فيديو هذه حضرتها تقريبا واحد 3 ايام ولا 4 ايام، ونصيحه انهم ما تقلوش هذاك الخليط ديالكم باش ما تجيكمش متقصه من الداخل. اذا هذه الشكل اللي درنا اليوم، وهذا الشكل القديم يعني درته قبل باش تشوفوا الاشكال بجوج، وحتى في الطريقه ديال التزيين كيفاش كتجي. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على حسن المتابعه، والى فيديو قادم بحول الله.